مرحبا أعزائي المتابعين من معرض إيفا في برلين، وبهذا الفيديو راح نعطيكم نظرة ومعاينة سريعة على جهاز جالكسي فولد من سامسونج. طبعا التحسينات اللي صارت بهذا الإصدار أنه طبقة الحماية صارت أكبر وصارت تغطي الشاشة بشكل أكبر، بالإضافة إلى القواطع أو الفواصل ما بين الشاشتين أو جزء الشاشة صارت أقوى وبها طبقات حماية أكثر. بالنسبة لوزن الجهاز فوزنه 263 غرام. اكو من عنده نسختين، نسخة تدعم الـ 5G ونسخة ما تدعم الـ 5G. بالنسبة للنسخة الاولى فتحتوي على 2 سيم كارت، واحد من هذه السيم كارتات تدعم الـ SIM، بالاضافة الى النسخة الثانية فهي مخصصة للـ 5G فقط. هسا خلينا نسولف على شاشة الجهاز. نوع الشاشة هي دايناميك اموليد. قياس الشاشة والجهاز مفتوح هو 7.3 انج. طبعا كثافة البكسلات بكل انج هو 362 بيكسل. من تغلق الجهاز راح تصير الشاشة 4.6 انج. المعالج الخاص بالجهاز هو سناب دراجون 855، ويجي برام 12 جيجا بايت وذاكرة داخلية 512 جيجا بايت، وما تقدر ان تضيف بطاقة ذاكرة خارجية. بالنسبة للكاميرات فأدائها هي نفس الكاميرات اللي موجودة بالنوت 10 والسامسونج جالكسي S10 بلس، فوضوح ودقة هذه الكاميرات جدا ممتازة. الكاميرات الخلفية هي 3 كاميرات 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة متغيرة من 1.5 إلى 2.4، والكاميرا الثانية 12 ميجا بكسل وفتحة العدسة 2.4، والثالثة 16 وفتحة العدسة 2.2. بالنسبة للكاميرا الأمامية أكو عندي كاميرتين مزدوجة. الكاميرا الأولى بدقة 10 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.2، والكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل وفتحة العدسة 1.9. طبعا منفذ السماعات 3.5 ما موجود. السماعات اللي موجودة بالجهاز هي ستيريو. منفذ الشحن هو من نوع USB Type-C. طبعا اكو مثل ما قلت لكم اكو اصدارين، الاصدار الخاص بال 5G البطارية مالته هي بسعة 4235 ملي امبير، والاصدار الثاني البطارية مالته هي 4380 ملي امبير. طبعا يدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، ويدعم ايضا الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، وكذلك يدعم الشحن العكسي بقوة 9 واط. هذا الفيديو كان نظرة او معاينة سريعة على الجهاز. ان شاء الله اذا توفر الجهاز راح اسوي لكم فيديو وانطيكم التفاصيل بشكل اكثر، بالاضافة الى تجربة للجهاز، فخليكم تابعين واكتبوا لي شنو رأيكم بالجهاز هذا. طبعا سعره نوعا ما راح يكون مرتفع، فسعره راح يكون مقارب لل 2000 دولار. نهاية الفيديو اقول لكم مع السلامة.